علي معلوم علي ها علي علي معلوم علي يا علي عندنا 60 حاليا، وحتى 60 والله ما لحقوا يعني، ما قدرنا نكفي يعني. الزحمة بتجي الصباح بتجي العصر، ناس كثيرة، فالكل بده يركب يصور وينبسط مع الجمال. والحمد لله رب العالمين، يعني بنحاول كل نبذل كل جهودنا على اساس انه شنو يعني نخليهم ينبسطوا مع الجمال، مع التصوير ومع الصحراء ومع خلي هذا لحاله. Okay, please. Three. What the? Excuse me. Who's a? I don't want to know. كل بده يركب، ففي ناس ما بتعرف عن الجمل أي شيء يعني، بس بده يركب بده يصور. فأنا الوحيد المحتك بالجمل بعرف إنه الجمل إذا كان تعب مثلا، اشتغل كثير مثلا، ركبت فوقه حوالي 30 40 شخص كلهم ركبوا. أنا متأكد إنه الجمل واحد يعني ديل كلهم ركبوا، فلازم أعطيه فرصة بتاعت راحة، أعطيه راحة فرصة شوية يرتاح، أعطيه ماي. No, la verdad que una sensación increíble porque te sentís como re alto y la verdad es muy lindo andar en un animal. Hubiera preferido estar por las dunas o ir un poco más allá, pero bueno, estuvo lindo. This money? Yes, I can hear you. Esperaba una travesía más salvaje. Cuando me dijeron una travesía en el desierto, dije, bueno, camello, desierto, es algo que no tengo allá, vengo acá, lo quiero hacer. Pero encontré como un lugar muy turístico